أنشئ في جامعة الأزهر سنة 1962، أنشأوا فرع البنات يعني كليات للبنات، وبدأت الأول كشعب، شعب التجارة، شعب الطب، شعب علوم، ثم تطورت هذه الأقسام أو هذه الشعب إلى كليات. من سنة 62 إلى الآن أصبح لدينا كليات كاملة للجامعة الأزهرية، البنات مثل البنين تماما. فبقى لدينا طب، ولدينا علوم، ولدينا تجارة، ولدينا صيدلة، ولدينا دراسات إنسانية كاملة، ترجمة للغات الحية كلها. اكتملت جامعة الأزهر لفرع البنات لجميع أقسام العلوم المعروفة في هذا الزمان، ولا نجد أي فارق ما بين الأستاذ في أي قسم والأستاذة، سواء في العلوم الدينية أو في العلوم العلمية أو في العلوم الدنيوية، نحن جميعا سواسية. حبيت ان انا ادخل في الدراسات الاسلاميه، لان لكي اتعمق في دراسه الدين، يعني امل ان يكون لي موقفا اكون من خلاله ادعو الناس وافهم الغير حقيقه الدين من خلال التدريس بالجامعه، لكي اخدم ديني اكثر من قبل. وكانوا يبحثون في أحوال الرواح حتى أيوة. حتى يصلوا إلى العدالة والضبط والإتقان. يبقى إذن هؤلاء العلماء وضعوا قواعد وضوابط وقوانين.